ولمناقشة الموضوع أكثر ينضم إلينا من موسكو المحلل السياسي الدكتور محمود حمزة. أهلا بك دكتور محمود. بداية، ما هو جواب التساؤلات حول ما إذا كانت فعلا جميع الجهات متورطة في إنشاء أو دعم تنظيم الدولة في سوريا والعراق أيضا، وخاصة وأن جميع الأطراف تدعي امتلاك أدلة ضد الأخرى؟ أخي الكريم، أنا أعتقد أن داعش منظمة وراء، يعني هي مشروع استخباراتي دولي وراء دول وقوى وأجهزة استخبارات، وبالتالي أنا لا أبرئ أي دولة من علاقتها بهذا التنظيم بهذا الشكل أو آخر، لأن داعش تلعب دور وتؤدي وظيفة معينة خدمت كل الدول. لولا داعش لم تأتي روسيا إلى سوريا، ولم تأتي أمريكا إلى سوريا، ولم تأتي تركيا، ولم تأتي ولم يطلع يعني القوات الكردية لتنشأ، كلها بحجب داعش. إذا هناك مخطط، وإيران طبعا لن تدخل سوريا. لذلك يعني الاتهامات الروسية والأمريكية متبادلة، ذكرنا بالاتهامات أيام الثورة، كلما نتهم النظام باستخدام مثل السلاح الكيماوي تقوم روسيا وتقول لا، المعارضة هي التي استخدمت أو تحاول تبرر. لا. الآن وقعوا في مشاكل مع أمريكا، صاروا هن وأمريكا يتهموا بعض، هدول يقول أنت تدعم داعش وأمريكا تقول أن الروس يعني والنظام السوري انتقلت. أنا طبعا أصدق الكلام بأن يعني قوات داعش بالفعل متواجدة في أماكن النظام، لأنه داعش خدمت النظام بشكل كبير جدا، وأنا أعتقد أنها مخترقة من النظام، والروس استفادوا من داعش أيضا. لكن الأمريكان يعني اتهام للروس يعني يكون باب الاعلام ايضا، يعني ما في اثباتات بين الروس والامريكان، هذا كله يعني اتهامات كلاميه. تراهم في الجوهر متفقين على ما يجري في سوريا، ولكن يعني يجب ان يشار العالم بانه نحن مختلفين ونحن نتهم بعضنا بداعش. داعش اثبتت بالاخير، طيب. يعني عمليه داعش تقريبا انتهت من سوريا، طيب هنا تبين في الأخير أن الدولتين هم لهم علاقة يعني طيب هنا السؤال، على فرض صدقية الاتهامات وتوفر أدلة تفاخر العالم. الإدانة والدولتان تقومان بتبادل الاتهامات، الآن لماذا تم السكوت عن الأمر طيلة الفترة السابقة، ولماذا تم إحياء إعادة الأدلة وتبادل الاتهامات الآن تحديداً؟ الآن نحن كنا نقول أن خلال فترة الثورة، وعندما كانت فرصة للجيش الحر قوية ولم يكونوا يقاتلوا داعش، لا الأمريكان بشكل جدي من خلال التحالف ولا الروس أيضا من خلال تدخلهم العسكري كانوا يحاربوا المعارضة عمليا، لذلك كانوا منشغلين بأمور أخرى. الآن الأمور يعني العسكرية، العمليات العسكرية قلت كثيرا، وبالتالي الآن بدأ الصراع بينهم، ولما تنتهي داعش نهائيا حيتبدأ مشاكل جديدة، حيصبح الأمريكان يتهموا الروس بأنه يقوموا بكذا، والروس يتهموا الأمريكان بأنه يدعموا مجموعات تقوم بالتخريب. يعني العملية مستمرة في سوريا، لن يكون هناك استقرار ولن تهدأ ما دامت القوى الأجنبية مسيطرة وما دام نظام الأسد الآن سيد الحقيقة الكبرى. تمام دكتور حمزة، الآن التحالف يقدر حاليا أعداد مقاتلي تنظيم الدولة في سوريا والعراق بأقل من 1000 عنصر، أين اختفت عشرات الآلاف من مقاتلي التنظيم وفق التقديرات السابقة خلال أشهر قليلة أو خلال أسابيع؟ هو لنقل أين تبخرت نعم عناصر داعش، أين تبخر حقيقة. نحن لم نشهد معارك حقيقية في سوريا ولا في العراق حتى، لم تكن هناك معارك عسكرية حقيقية، لم يكن اعتقالات لعناصر داعش، لم تكن هناك جثث تعرض على القنوات وبالفيديو. يعني عمليا كل داعش وجوده في سوريا في شيء أسطوري، يعني جانب أسطوري وجانب مكان أفلام هوليوود. يعني تذكرون كيف دخلوا الموصل، يعني عدد آلاف من المقاتلين تبع داعش دخلوا وأخذوا مدينة طويلة وعريضة، والجيش العراقي كله تبخر أمامهم. يعني في خطط داعش هذه تستخدم من قبل يعني تحقيق أهداف معينة، هم حققوا أهدافهم الآن في سوريا بس لسه ما انتهت المعركة. أنا أعتقد أنهم يتجهون لتقسيم سوريا، لأنه هذا هدف أساسي تطرحه إسرائيل، والكل يخدم إسرائيل، أمريكا تخدم إسرائيل وروسيا تخدم إسرائيل. شكرا لك. من موسكو المحلل السياسي الدكتور
محمود حمزة، شكرا جزيلا لك.